توريد 353 ألف طن قمح إلى شون وصوامع محافظة البحيرة منذ بدء الحصاد. أعلن اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح السبت 4 يونيو 2022 بلغ 35,304 طنا من الأقماح المحلية. بلغ 353,042 طنا من الأقماح المحلية وتوريد 3,537 طنا أمس. وأضاف محافظ البحيرة أن عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب من 343 ألف طن، إضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237 ألف طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها. أنا معايا على الهاتف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. كل عام وحضرتك طيب يا دكتور عباس. أنت طيب عاهدنا من حضرتك دايما انت بتتابع وفي يعني ارقام شبه يعني على مدار الساعة للقطاع الزراعي، واحنا بنتكلم على موسم توريد الاقماح، تقييم حضرتك لهذا الموسم والكميات. طيب نحاول التواصل تاني مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، لان لما اتكلمنا على موسم القمح اتكلمنا على أهمية الوعي لدى المواطن اللي هو الفلاح. أنا شفت وتابعت مع حضراتكم من سنين طويلة دور الفلاح المصري في دعم وبناء الدولة المصرية، ده الفلاح المصري، وكنت دايما بشوفه في الصفوف الأولى. يعني لما تيجي تتكلم على أي حدث مرتبط بمصر هتلاقي الفلاح، هتلاقي بيتكلم عن السياسة والاقتصاد، عن المجتمع، عن التنمية، هو الفلاح المصري. الموسم بالنسبة للقمح في هذا العام مختلف شوية، لأن التحديات اللي احنا بنتابعها كتير، لكن بصراحة وإحنا بنتابع المخزون الاستراتيجي اللي الدولة المصرية النهاردة محافظة عليه بيديك نوع من المرونة أو من الاطمئنان وإنت بتتعامل مع هذا الملف. دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، برحب بحضرتك مرة أخرى يا فندم. اهلا وسهلا بسعادتك وعلى كل المشاهدين والمستمعين الكرام. انا عايز تقييم من حضرتك لموسم توريد القمح هذا العام، لانه هو موسم مختلف شويه. الموسم ابتدى باخبار جميله وهي الاعلان عن سعر توريد القمح، كان في دعم توريد. النهارده احنا بنشوف احداث سياسيه اثرت على العالم كله، فتقييم حضرتك لهذا الموسم ومعدل التوريد. والله بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هذا الموسم طبعا بيشهد يعني مشهد كبير جدا لحدوث مفاجآت كده في العالم، الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على معظم دول العالم وخاصة في بعض المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة وبعض التصدير والاستيراد منها وإليه. طبعا بالنسبة لمنظومة القمح أو القمح كان فيه يعني توجيهات مشددة مع بداية الموسم، ولأول مرة في الدولة المصرية تم تحديد سعر أرداب القمح ب 820 جنيه، ثم توجيه فخامة رئيس قطاع السيسي برفع السعر فيما بعد ذلك الى 885 جنيه للأرداب الواحد. كان هناك طبعا برضه في يعني توصيات هامه جدا من معالي وزير الزراعه السيد القصير باللي هو استخدام الخريطه الصنفيه وتنفيذ التوصيات الفنيه لكي نحصد يعني محصولا وفيرا في نهايه العام. استخدام هذه التوصيات تعتبر من ضمن التوصيات الخاصة بالتوسع الأفقي، بالتوسع الرأسي، وهي تضم الأصناف الجيدة والتوصيات الفنية والخريطة الصنفية. وكذلك أيضا حصدنا هذا العام زيادة أفقية طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس من 6 سنوات بالتوسع الأفقي في الأراضي المصرية، حيث تم إضافة 250 ألف فدان زيادة هذا العام إلى حصة محصول القمح عن الأعوام الماضية. طبعا في مجهودات كبيرة جدا في هذه الآونة منذ أكثر من شهر من بداية شهر أبريل الماضي بكيفية الحصول على أكبر كمية من الأقماح إلى وزارة التنمية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، طبعا ممثلة في هيئة السلع التموينية لتجميع أكبر كمية من الأقماح. طبعا احنا شفنا في قفزة كبيرة جدا في الأسعار في الأقماح العالمية،
وخاصة في أماكن التركيز اللي كانت الدولة المصرية تستورد منها. وكان من الضرورة لازم تكاتف كل الحكومة وكل الجهات المعنية من وزارة التجارة والتجارة والتموين، وزارة الزراعة، وزارة التنمية المحلية، كان لازم يكون في مجهود وتكاتف ومرور دوري مع بداية الحصاد. حتى الآن لم يهدأ يعني مهندسي الزراعة أو التنمية المحلية أو حتى وزارة التموين، وفي متابعة يعني صارمة، مش عاوز أقول يومية بالعكس، بل متابعة شبه ساعة بساعة مع معالي وزير الزراعة السيد الكسير ومجهوداته في إمكانية الحصول على أكبر كمية ممكنة من الأقماح لتخزينها في المخازن الخاصة بالأقماح في الدولة المصرية. طبعا في سباق وصراع كبير جدا ما بين القمح المصري وأسعاره وما بين أسعار الأعلاف داخل الدولة المصرية. طبعا الدولة المصرية بتقدم يد العون لكل مواطن مصري، ومنها شريحة المزارعين والفلاحين المصريين بالدعم المتعدد، سواء كان في بطاقة التموين أو في رغيف الخبز أو الأسمدة المدعمة. وكان من الضرورة هذا العام منذ فترة طويلة جدا أن يكون التوريد القمح إجباري للإنتاجية الكلية، وبحد أدنى 12 أردب للفدان لصالح هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية. وبالفعل كان هناك مجهود كبير جدا ومستمر ويتابع كما قلت سابقا من معالي وزير الزراعة السيد القصير، مش عاوز أقول يوم بيوم بل لحظة بلحظة وساعة بساعة، لإمكانية الحصول على أكبر كمية ممكنة من هذه الأقماح. طبعا كان من الضرورة أن يكون في مجهود كبير طبعا، لأن الأسعار المعروضة لدى المزارع الآن وزائد أسعار في أسعار تنافسية موجودة أيضا في السوق، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الآن بدأنا نتخطى 3.5 مليون طن حتى الآن، ونأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن نتخطى هذا الرقم ونقترب أو نتفوق على 5 مليون طن، لأن هيئة السلع التموينية والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية طبعا لها دور كبير في هذا الاتجاه. طبعا إحنا مع التموين دلوقتي بنقول إن هذا العام التوريد إجباري بالمحصول كلية أو على حد أدنى 12 أرداب للفدان، بواقع نصف أرداب لكل قراط قمح منزرع. ولذلك بننشر كل إخواتنا المزارعين من خلال هذه القناة الكريمة، قناة مصر الزراعية، بالتوجه السريع وتوريد ما عليها من أقماح، لأن زي ما ذكرت سابقا التوريد هذا العام توريد إجباري ويرتبط بمستلزمات الإنتاج، سواء كان في الأسمدة المدعمة أو ببطاقة التموين أو ببطاقة القبض. فكل ذلك بيرتبط لأن الدولة تساهم مساهمة فعالة في دعم المواطن المصري وفي مع الفلاح المصري في هذه الأشياء مجتمعة. صح. فإحنا بنقول لكل مزارع بيسمعنا دلوقتي ده من الضرورة التوجه وتوريد. هل تم الإعلان عن بعض الإجراءات لمن يخالف هذه التوصيات أو القرارات بتوريد 12 أردب على الأقل للفدان؟ نعم، بالفعل تم تعميم هذه التوصيات ونشرها على جميع الجمعيات، وبمرورنا الميداني من خلال القرى والنجوع جميع الفلاحين يعلمون ذلك. اللي هيخالف اللي مش هيطبق اللي مش هيطبق القرار، اللي مش هيورد، في إجراءات هتتخذ ضده؟ طبعا احنا قلنا دلوقتي ان الدولة بتقدم يد العون لكل مواطن مصري ومنهم الشريحة الاخوات المزارعين بالدعم الكامل، سواء في بطاقة الخبز او البطاقة التموينية او مستلزمات الانتاج وخاصة الاسمدة المدعمة. طبعا هذا الدعم كما عهدنا به اخواتنا المزارعين المصريين الشرفاء ان هم طبعا في وقت الازمات او الاختناقات بتكون ايديهم ممدوده بالعون والمساعده، وهم طبعا احنا نعلم تماما ان عندهم الوطنيه موججه، وانا متاكد ان شاء الله انهم سوف يكونوا بهذا العهد مع الدوله المصريه. بشكر حضرتك. طبعا احنا بنقول لكل اخواتنا المزارعين دلوقتي اللي بيسمعونا، كل واحد يبادر من الان
وسرعة يعني توريد ما عليه من خطط مقررة لوزارة التموين والتجارة الداخلية متمثلة في هيئة السلع التموينية في الأماكن المنتشرة على مستوى الدولة المصرية، أماكن تجميع الأقماح، حتى لا تكون هناك يعني بعض العتاب أو استخدام زي ما بيقولوا يعني الإجراءات القانونية الخاصة. احنا لازم يبقى عندنا وعي بأهمية الحفاظ على الأمن القومي الغذائي، وأنا عارف إن المزارع المصري يعني مواطن متجاوب وواعي لما يدور من أحداث. بشكر حضرتك الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. فعلا هو مش مجرد كلام، هو الفلاح المصري علم الدنيا الزراعة حضارة، وفي نفس الوقت الراجل ده بيحافظ على أمن بلده، بيقدم ولاده، بيحافظ على الحياة السياسية، وعنده وعي كبير جدا وبيشارك فيها. لما نيجي نقول ان التوقيت ده مصر يعني بتقدر تخلق نوع من الاستقرار في ظل ظروف قاسية وصعبة على العالم كله، لكن انت في بلدك في استقرار، ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. إذن كلنا لازم يبقى علينا دور، وضحنا المراحل اللي بيمر بيها موسم زراعة القمح ودور الدولة في هذا الموسم، وضحنا الإجراءات اللي تمت علشان ننجح في عملية التوريد، وإن شاء الله أنا متوقع إن الموسم ده هيكون موسم نموذج لكل العالم في نسبة التوريد، لأن إحنا كمان دلوقتي عندنا طاقات استيعابية وعندنا صوامع تقدر إن هي نخزن فيها أكبر قدر من الأقماح. فاصل ونستكمل بعده الزراعية الآن.